إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية. موضوع علم المنطق المعلومات التصورية والتصديقية. اعلم أولا يا مشايخ، اعلموا أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ما يبحث فيه فين؟ الضمير يعود إلى شيء؟ إلى العلم. عن عوارضه الضمير يعود إلى شيء؟ عوارض الموضوع الذاتية. موضوع علم النحو الكلمة، تمام؟ تبحث في الكلمة عما يعرض لها، فتقول الكلمة اسم وفعل وحرف، فتبحث في العلم عن العوارض اللاحقة للايه؟ للموضوع اللي هو الكلمة. فهمتم كده؟ طيب، يعني ايه عن العوارض الذاتية؟ خد بالك المبحث ده صعب جدا، تقريب العوارض الذاتية وعوارض غريبة، فركز معايا ومش واحدة واحدة. نقول ان كل مسألة مؤلفة من موضوع ومحمول. زيد قائم، موضوع وايه؟ ومحمول. طيب، موضوع المسائل، مسائل العلم، الموضوع المسألة هو موضوع كل علم. دلوقتي لما أقول لك الكلمة اسم وفعل وحرف، مش دي مسألة من مسائل النحو؟ أين الموضوع؟ الكلمة. أين المحمول؟ اسم وفعل وحرف. فموضوع المسألة هو موضوع العلم، صح ولا أنا غلطان؟ طيب، المحمولات اللي هي العوارض الذاتية لهذا الموضوع بقى، فالمحمولات هي العوارض الذاتية لهذا الموضوع، انت بتحملها على الموضوع ليتأتى لك ايه؟ مسألة. يبقى انت بتنظر للعوارض الذاتية لهذا الموضوع وتحملها عليه لتستفيد ايه؟ مسألة من مسائل العلم. واضح كده الكلام ده؟ طيب، المحمول بقى في أي قضية أحد نوعين. المحمول بقى في أي مسألة نوعين: إما أن يكون ذاتيا من ذاتيات الموضوع، وإما أن يكون خارجا عن الموضوع. يعني إيه الكلام ده؟ ذاتي من ذات الموضوع يعني أن يكون هو تمام الماهية أو جزء الماهية. لو قلت لك الإنسان حيوان ناطق، الإنسان إيه؟ موضوع، وحيوان ناطق محمول. المحمول هنا مش هو تمام الماهية؟ يبقى ده من ذاتيات الموضوع، هنا من ذاتيات الإيه؟ عفوا، المحمول من ذاتيات الإيه؟ الموضوع. وقد يكون المحمول جزء من الموضوع، من الموضوع. لو قلت لك الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق، فحيوان ناطق من إيه؟ ذاتيات للموضوع، محمول ذاتي للموضوع، لأن حيوان داخل في حقيقة حيوان إنسان، وناطق داخل في حقيقة إنسان. يبقى المحمول نوعين: إما أن يكون ذاتيا من ذاتيات الموضوع، وإما أن يكون إيه؟ خارجا عن إيه؟ عن الموضوع، عن حقيقة الموضوع. وهذا يسمى عارضا، يسمى إيه؟ يبقى الموضوع المحمول إما ذاتي وإما عارضي، إما ذاتي وإما عارض. والعارض ينقسم الى قسمين، ده اللي انا عايز اوصله بقى، ان العارض، الموضوع العارض ينقسم الى كم قسم؟ قسمين: عارض ذاتي وعارض غريب. يبقى عندنا عوارض، عوارض ذاتية وعوارض غريبة. تفصيل ذلك ان المحمول الخارج عن حقيقة الموضوع ستة اقسام، ده التفصيل. احنا كده اجملنا، قلنا ان هو نوعين: ذاتي وايه؟ ذاتي وغريب، عارض ذاتي وعارض غريب. تفصيلا بقى ست انواع. واحد، ركز معايا: محمول خارج عن حقيقة الموضوع يلحق الموضوع لذاته. يلحق الموضوع لذاته ازاي؟ لو قلت لك الانسان متعجب، هل متعجب ذاتي ولا عرضي؟ عرضي. ليه؟
لانه ليس تمام الماهية ولا جزء الماهية. انت بتقول الانسان متعجب الناطق ولا حيوان الناطق؟ مفيش متعجب، فمتعجب ده ايه؟ عارض. وهذا العارض لحق الموضوع اللي هو انسان لذاته، يعني لاجل انه انسان لا لامر اخر. ده الاول، يبقى محمول خارج عن حقيقة الموضوع يلحق الموضوع لذاته نحو الانسان وايه؟ متعجب. طيب، والمتعجب خد بالك مساوي للانسان، صح ولا انا غلطان؟ مساوي له ما صدقا، مش مفهوما. مفهوم الانسان حيوان ناطق، لكن ما يصدق عليه حيوان ناطق يصدق عليه ايه؟ متعجب. فالمتعجب والحيوان الناطق متساويان في الايه؟ في المصادق، لكن مختلفان في الايه؟ في المفهوم. طيب احفظ دي، ده الاول. النوع الثاني، محمول خارج عن حقيقة الموضوع يلحق الموضوع بسبب خارج مساوي للموضوع، بواسطة بقى، مش لذات الموضوع، لا بواسطة خارج، وهذا الخارج مساوي للموضوع. زي مثاله ايه؟ الانسان ضاحك. الانسان ايه؟ ضاحك. الضحك خارج عن حقيقة الانسان ولا لا؟ والانسان ده موضوع القضية. طيب، ويلحق الموضوع الضحك، يلحق الموضوع اللي هو الانسان بواسطة خارج مساوي للموضوع اللي هو التعجب. انت لما تعجبت ضحكت، فالضحك لحق الانسان بواسطة خارج مساو للانسان. واضح كده الكلام؟ طيب، ده النوع الثاني. عندنا ما يلحق الموضوع وخارج، ما يلحق الموضوع لذاته يعني لاجل انه انسان، عشان انسان لازم يتعجب. وعندنا يلحق الموضوع، محمول خارج عن الموضوع، يلحق الموضوع بواسطة خارج، أي يعني بسبب خارج مساوي للموضوع في المصادر. فالضحك يلحق الإنسان بواسطة التعجب، والتعجب مساوي للإنسان ما صدقا، صح؟ أصبر شوية، افهم بس ده، افهم الأنواع دي الأول. فهمتم كده النوع الثاني؟ طيب النوع الثالث، ما يلحق الموضوع، يعني محمول خارج عن حقيقة الموضوع، يلحق الموضوع بواسطة جزء الموضوع الأعم. الإنسان حيوان، لما أقول الإنسان، عفوا، لما أقول الإنسان متحرك بالإرادة، الإنسان إيه؟ متحرك بالإرادة. الإنسان ده الموضوع ولا لا؟ حقيقته حيوان ناطق. طيب، جزء الإنسان الأعم حيوان ولا لا؟ لأنه يصدق عليه وعلى غيره. طب تعريف الحيوان، جسم نام حساس متحرك بالإرادة. فلما قلت الإنسان متحرك بالإرادة، فهذا المحمول خارج عن حقيقة الموضوع ولا لا؟ خارج. ولحق الموضوع بواسطة إيه؟ الحيوان، الجزء الأعم، بواسطة جزءه الإيه؟ الأعم. واضح كده يا مشايخ؟ ده ثالث نوع، الإنسان جزءه حيوان ناطق، ناطق جزءه المساوي، حيوان جزءه الايه؟ الأعم. فلما أنا قلت الإنسان حيوان، الإنسان متحرك بالإرادة، هذا المحمول حملناه على الموضوع لمناسبة. إيه المناسبة؟ أن جزء الأعم للإنسان حيوان، والحيوان جسمه النام حسام متحرك بالإرادة. فهمت كده؟ فده برضو ايه؟ عارض خارج. طيب النوع الرابع، محمول خارج عن حقيقة الموضوع، يلحق الموضوع بواسطة الخارج الأعم. خد بالك، الثالث بواسطة الجزء الايه؟ بواسطة جزء الموضوع الأعم، هنا بواسطة خارج أعم. الثالث بواسطة الجزء الأعم، جزء الموضوع الأعم، هنا بواسطة الخارج الأعم. مثاله، الإنسان قاطع للمسافات. الإنسان قاطع للمسافات. طيب، قطع المسافات يلحق الإنسان بواسطة أنه إيه؟ ماشي. طيب، والمشي خرج عن حقيقة الإنسان ولا لا؟ طيب،
ومع ذلك المشي الخارج عن حقيقة الإنسان أعم من الإنسان ولا لا؟ لأنه يشمل الإنسان وإيه؟ وغيره من الحيوانات. فده خارج أعم لاحق الموضوع اللي هو القطع للمسافات. فهمتم كده؟ بسم الله. المحمول نوعين، ذاتي وإيه؟ عارض أو عارضي، عشان يبقى أدق، حمول عوارض مش أعراض. تمام، ذاتي وإيه؟ وعارضي. الذاتي اللي هو يكون المحمول تمام الماهية، وألف تمام الماهية زي الإنسان حيوان ناطق، تمام. باء جزء الماهية زي ما أنا أقول إيه، أنزل تحت بالقلم. طيب ها، مش مشكلة، مش لازم تمسح. طيب جزء الماهية زي الإنسان وإيه حيوان أو الإنسان ناطق، تمام كده. طيب ده الايه، المحمول الذاتي. العارضي بقى، العارض نوعين، عارض ذاتي وعارض ايه؟ غريب. العارض الذاتي ثلاث انواع، والعارض الغريب ثلاث انواع. واحد عارض محمول، عارض يعني خارج عن الايه، عن حقيقة الموضوع، عارض يعني خارج عن حقيقة الموضوع. ذاتي يعني يلحق، واحد يلحق الموضوع لذاته، يعني لذات الموضوع، مساوي زي الانسان متعجب. فالتعجب خارج عن حقيقة الايه، الانسان اللي هو الموضوع، يبقى ايه؟ يبقى عارض، تمام؟ مش ذاتي. ويلحق الموضوع لاجل انه انسان، يعني التعجب يلحق الانسان لاجل انه انسان. فده ايه؟ النوع الاول، يلحق الموضوع لذاته. النوع الثاني، ما يلحق الموضوع لمساو، لخارج مساو، يعني بواسطة خارج مساوي. عايزين حاجة نكتب بيها، خلينا نكتبهم كده ارقام. زي الانسان ضاحك، الضحك خرج عن حقيقة الإنسان ولا لا؟ حقيقته حيوان ناطق، فده خارج عن الموضوع، فيبقى عارض. طيب لماذا حملنا الضحك على الإنسان؟ بواسطة إيه؟ بواسطة التعجب، والتعجب مساو للإنسان، لأن ما يصدق عليه متعجب يصدق عليه إنسان، فده لاحق الموضوع بواسطة خارج مساو اللي هو الإيه؟ اللي هو ده الخارج المساو اللي هو الإيه؟ التعجب. واضح كده؟ طيب ده النوع الثاني. الثالث، ما يلحق الموضوع بواسطة جزئه الأعم، جزئه يعني جزء الموضوع الأعم، كقولنا الإنسان متحرك بالإرادة. طيب متحرك بإرادة خارج عن حقيقة الإنسان، يبقى عارض، ما يبقى الذاتي. طيب لماذا حملنا التحرك بإرادة على الإنسان؟ بواسطة إيه؟ بواسطة إنه حيوان. ليه؟ لأن الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإيه؟ بالإرادة. فده لاحقة
الموضوع بواسطة جزء الموضوع الأعم، لأن جزء الموضوع حيوان وناطق، وده أعم وده مساوي، ده حيوان أعم وناطق مساوي. فالتحرك الرياضي لاحق الإنسان بواسطة إنه حيوان، وحيوان ده خارج جزء الموضوع الأعم. واضح كده؟ طيب، جسم نائم حساس متحرك بالإرادة. أربعة، ما يلحق الموضوع بواسطة خارج أعم. مثاله زي إيه؟ الإنسان قاطع المسافات بواسطة إيه؟ المشي. الماشي عارض عام ولا لا؟ عارض عام، لأنه يشمل الإنسان وغيره، وده عارض لأن المشي ليس من حقيقة الحيوان، صح؟ الحيوان ليس من حقيقة جسمه النائم الحساس المتحرك بإرادة، ما قلناش ماشي. فالمشي عارض وأعم من الإنسان، لأنه يشمل الإنسان وغيره كالفرس والغزالي ونحوه. فهذا لاحق قطع المسافات، لاحق الإنسان بواسطة المشي الذي هو خارج أعم. ده النوع الإيه؟ الرابع. طيب الخامس، ما يلحق الموضوع بواسطة خارج أخص، نحو الحيوان ضحك. الحيوان إيه؟ مش الإنسان بقى، الحيوان ضحك. الضحك حملناه على الحيوان لماذا؟ لأن من جملة أفراد الحيوان مين؟ الإنسان. تمام؟ هل الضحك داخل في حقيقة الحيوان؟ الحيوان جسمه النائم الحساس متحرك بالإرادة، هل في ضحك؟ مفهوش. يبقى ضحك ده خارج ولا مش خارج؟ هل هو مساوي للحيوان ولا أعم من الحيوان ولا أخص من الحيوان؟ أخص، لأنه لا يصدق إلا على الإنسان. فلاحق الموضوع بسبب إيه؟ بواسطة كونه إنسانا. تمام؟ والإنسان ده إيه؟ خارج أخص، لأن برضو الإنسان ليس داخلا في حقيقة الحيوان، جسمه نائم حاسس بحرك بالإرادة، ده من أفراده. تمام؟ طيب السادس الأخير بقى، ما يلحق الموضوع بواسطة الخارج المباين، مباين للموضوع يعني. مثاله زي إيه؟ الماء حار. طيب الماء حار، حملنا الحرارة على الماء بواسطة الحرارة. تمام؟ فالحرارة حرارة الحار هنا، لاحق الماء بواسطة الحرارة، والحرارة أمر مبين للإيه؟ للماء، يعني الحرارة غير المية. تمام كده؟ طيب مش الحرارة دي تعرض للماء؟ عارضة، فده عارض مبين للماء أصلا. فده هنا المحمول ده لحق الموضوع بواسطة خارج عن حقيقة الماء، اللي هو ايه؟ جوهر لطيف سيال. تمام؟ يبقى ده خارج عن حقيقة الماء، مباين للماء أصلا، لأنه لحق الماء بواسطة الحرارة، والحرارة مبينة للماء. وضحت؟ طيب ركز معايا بقى، من الذات في الستة ومن العرضي؟ من الغريب؟ ده ذاتي، ما يلحق الموضوع لذاته، يبقى ده ايه؟ عارض ذاتي. التاني ذاتي، والثالث ذاتي على الصحيح. ليه؟ لأن جزءه الأعم، واحنا قلنا ان الجزء ذاتي، جزء الماهية ذاتي، والباقي عرضي والباقي غريب. دي اسمها عوارض غريبة، اسمها عوارض ايه؟ غريبة. يبقى الثلاثة الأولانيين عوارض ذاتية، والثلاثة الأخرانيين عوارض غريبة. فهمتم؟ فهمتم يعني إيه بقى ما يلحقه؟ عرفتم يعني إيه موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؟ يعني عن عوارض الموضوع التي تلحق الموضوع لذاته، أو بواسطة خارج المساوي، أو بواسطة جزئه العام اللي تحت ما لناش دعوة بيه. فهمتم يا مشايخ؟ نقعد؟ طيب يبقى احنا عرفنا مطلق الموضوع. طب موضوع علم المنطق ايه بقى؟
المعلومات التصورية والتصديقية من حيث صحة إيصالها إلى مجهول تصوري أو تصديقي. خد بالك من حيث إيه؟ إيصال ولا من حيث صحة الإيصال؟ من حيث صحة الإيه؟ الإيصال. فموضوع علم المنطق مقيد بصحة الإيصال. مش إحنا قلنا الموضوع معلومات تصورية تصديقية من حيث صحة الإيصال، الحيثية تقييد للموضوع ولا لا؟ تمام، يبقى مقيد بصحة الإيصال لا بنفس الإيصال. ليه بقى؟ لأن مسائل العلم غير موضوع العلم. الكلمة التي هي موضوع علم النحو، هل هي مسائل النحو؟ هل الفاعل مرفوع والمفعول منصوب؟ هل هي الكلمة؟ مش ده مبين لده؟ طيب، الإيصال إلى مجهول تصوري وتصديقي مبحوث عنه في علم المنطق ولا لا؟ لكن صحة الإيصال هذا هو الموضوع، لكن الإيصال نفسه من المسائل. واضح؟ الإيصال من المسائل، وصحة الإيصال من موضوع علم المنطق. ليه؟ لأن قيد الموضوع من تتمة الموضوع. يعني لما نقول المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إيصالها إلى مجهول تصوري، هذه الحيثية من تتمة الموضوع. وإذا كان الإيصال مبحوث، وإذا كان الإيصال مبحوثا عنه في علم المنطق، فيكون الموضوع مبحوث عنه في إيه؟ في مسائل العلم، وهذا يعني مرفوض ضرورة، ممنوع. تمام؟ لذلك قلنا المبحوث، قلنا الحيثية من حيث صحة إيصالها أي المعلومات التصورية والتصديقية إلى مجهول تصوري أو تصديقي. فهمتم يا مشايخ؟ بيرد إشكال عويص، وهو أن موضوع علم المنطق مشتبه مع سائر موضوعات العلوم. موضوع علم الفقه إيه؟ أفعال العباد، صح؟ المكلفين أو العباد، من حيث الحلة ولا إيه؟ مش أفعال العباد دي مجهول معلوم تصوري وتصديقي، والحكم بالحل والحرم عليها مجهول تصوري وتصديقي، وكذلك علم الحساب واحد وواحد معلوم تصوري أو تصديقي مثلا، والنتيجة مجهول تصوري أو تصديقي، وهكذا. فموضوع علم المنطق مشتبه مع جميع الايه؟ موضوعات العلوم، صح؟ واحنا بنقول ان تميز العلوم بتميز الايه؟ الموضوعات، وهنا كده ما فيش تمايز، ده كده مشتبه بجميع العلوم. ايه الجواب؟ الجواب الاول، عندنا جوابين. الجواب الاول ان موضوع علم المنطق عام كلي لعموم المبحوث فيه، احنا بنبحث المعلومات التصورية التصديقية، وموضوعات العلوم خاصة. ولا شك في التغاير بين العام والخاص، يعني مخالفته لسائر العلوم من حيث انه عام، ومخالفة العلوم له من حيث ان موضوعاتها خاصة. هذا جواب. الجواب الثاني ان علم المنطق يبحث عن ايه؟ عن هيئة المعلوم وكيفية ترتيبه وايه؟ وتركيبه للتوصل الى مجهول. يبحث عن الهيئة والترتيب والتركيب، تمام؟ أما سائر الموضوعات العلوم بقى الأخرى تبحث عن إيه؟ عن مادة المعلوم، لا عن الهيئة وكيفية الترتيب والتركيب. يبقى العلوم تبحث عن إيه؟ عن مادة المعلوم، عن المادة لا عن الهيئة. أما المنطق يبحث عن الهيئة بقطع النظر عن المادة. انت مالكش دعوه ايه الانواع، انت هتبص ان انت هتقول مثلا اذا جمعت 5 على 5 = 10، الحساب ينظر الى نفس الخمسه زائد نفس الخمسه زائد نفس النتيجه اللي هي 10. المنطق لا، يقول لك ان ضروره جمع المتساويين انقسام، فهمني؟ يعني ينظر الى الترتيب، ان انت اذا رتبت مقدمه صغرى مع مقدمه كبرى نتج عن ذلك ايه؟ نتيجه، بقطع النظر عن ماده هذا الايه؟ عن مادة المبحوث. فالمنطق يبحث عن الهيئة وعن الترتيب والتركيب. سائر العلوم تبحث عن مواد العلوم، نفس المعلوم. واضح كده؟ طيب.
طيب قال وقد بينا بقية المبادئ العشرة في الشرح الكبير. طبعا بقية المبادئ العشرة التي لم نذكرها يعني في الشرح الصغير اللي ذكروا هنا كم؟ ثلاثة، الحد والموضوع والثمرة، وبقي عليه ايه؟ فضله، فضل علم المنطق انه يفوق ويزيد على غيره من العلوم بكونه عام النفع فيها يعني في جميع العلوم، اذ كل علم تصور او تصديق وهو يبحث فيهما في التصورات والتصديقات، لكن بعض العلوم يفوق المنطق من جهة اخرى كعلم التفسير يتعلق بكلام الله عز وجل. طب نسبته لسائر العلوم نقول هو باعتبار موضوعه نسبته لسائر علوم العموم باعتبار ان موضوعه المعلوم التصوري والتصديقي فده عام في جميع العلوم فنسبته لسائر علوم العموم، ومن حيث وباعتبار مفهومه انه علم تعصيم مراعاة الذهن عن خطب الفكر تكون نسبته لسائر علوم الايه المباينة متغير، واضح؟ طب واضعه إراساطو، تمام؟ وهو أرسطاليس، هو ده هو ده، واسمه إراساطو مش أرسطو، واسمه علم المنطق، ويسمى بالميزان ويسمى بمعيار العلم، واستمداده من العقل، وقد تكون بعض مسائله مركوزة في النفس لأن منها ما هو من قبيل الطبائع، تمام؟ وحكم تعلمه سيأتي في قول الناظم والخلف في جواز الاشتغال. أما مسائله فهي قضاياه النظرية الباحثة عن هيئة المعرفات والأقيسة وما يتعلق بها، يبقى قواعد نظرية تبحث عن هيئة المعرفات، المعرف كيف يكون وكيف يرتبه وكيف نقدم الجنس على الفصل وشروط ذلك، والأقيسة ترتيب المقدمة الصغرى على الكبرى وشروط الإنتاج وإلى آخر ما سيأتي معنا. طيب لماذا اقتصر الشارح على بيان الحد والموضوع والثمرة؟ ها لأنها أهم، وجه الأهمية احنا قلنا في أول درس أن الشروع في العلم من الأفعال الايه؟ الاختيارية، من الأفعال الاختيارية، وهي تصان وجوبا عقليا عن العبث المحض، إذ لا يتصور عقلا أن يقصد فعل إلا لفائدة ما، صح؟ أنت لا تقصد فعلا فعل إلا لتحصيل فائدة، واضح؟ طيب ثم إن الأفعال الاختيارية تصان وجوبا عقليا أيضا عن الجهل المحض، لأن المجهول لا يقصد بالعلم. دلوقتي أنت لا تعرف إيه مين اللي ساكن تحتنا، هتشوف هم ذكور ولا إناث؟ ليه؟ لأنهم مجهولين، فالمجهول لا يقصد بالعلم. فالأفعال الاختيارية تصان عن الإيه؟ عن الجهل المحض، لأن المجهول المحض لا يقصد بالإيه؟ بالفعل أصلا، واضح؟ طيب ثم إن الأفعال الاختيارية هذه تصان وجوبا عرفيا، مش صناعيا، عرفيا، مش وجوب، احنا قلنا وجوب صناعي، لا هي وجوب عقلي. الأفعال الاختيارية تصان وجوبا عقليا عن الجهل والعبث المحضين، وتصان وجوبا عرفيا عن الجهل والعبث العرفيين، واضح كده الكلام؟ ليه؟ ليكون الشروع في العلم على بصيرة على وجه الكمال. فإذا عرفت العلم بوجه ما تكون قد خرجت عن الايه؟ عن الجهل المحض. فإذا تصورت العلم بحده بحيث انك تحيط بجميع مسائله اجمالا، بحيث ان كل مسألة ترد عليك من العلم تعرف انها من مسائل هذا العلم، تكون قد خرجت عن الجهل الايه؟ العرفي، واضح؟ طيب وإذا عرفت فائدة لا توازي العناء المبذول في تحصيل هذا العلم تكون قد خرجت عن الايه؟ عن العبث المحض. فإذا عرفت الفائدة التامة لهذا العلم تكون قد خرجت عن العبث الايه؟ العرف. فتصبر على المشكلات التي تواجهك في تعلم ايه؟ هذا العلم، واضح كده الكلام؟ طيب قال وعن دقيق الفهم، أي المفهوم الدقيق، فالواو وعن دقيق الفهم داخلة على ويكشف الغطاء، ويكشف الغطاء عن المفهوم الدقيق. وقوله أي المفهوم الدقيق فيه إشارتان، إشارة إلى أن الفهم مصدر ده باسم مفعول يعني المفهوم، وإشارة إلى أن إضافة دقيق الفهم من إضافة المشبه به إلى الإيه؟ إضافة الصفة للإيه؟ الموصوف، المفهوم الدقيق، واضح كده؟ طيب
قال بكسر الغين أي الغطاء أي الستر أي الستر. شبه دقيق الفهم بالشيء المحتجب تحت الستر بدليل ذكر الغطاء، يعني يكون في كلام الناظم استعارة مكنية. ليه؟ شبه المسائل الدقيقة بشيء مغطى، ثم حذف الايه؟ المشبه به اللي هو الايه؟ الشيء المغطى. حذف، احنا قلنا شبه المسائل الدقيقة بشيء مغطى، حذف الشيء المغطى، فبقت استعارة ايه؟ مكنية. أتى بشيء من لوازم المشبه به اللي هو الغطاء، من لوازم أن يكون شيء مغطى أن يكون ثمة غطاء، يبقى حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه فصارت استعارة إيه؟ مكنية. ده معنى قوله شبه دقيق الفهم بالشيء المحتجب تحت الستر بدليل ذكر الغطاء، يعني إيه؟ بأن ذكر شيء من لوازم المشبه به المحذوف فصارت الاستعارة استعارة مكنية. نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.